يا باشا اللي انت تطلبه ده صعب عليا ومش هقدر انفذه. صعب؟ صعب ازاي؟ ما تحسسنيش انها اول مرة، واللي يقتل مرة يقتل 1000 مرة. صعب انفذ. لا هتنفذ. خبر عاجل صرح مصدر مسؤولا من وزارة الداخلية أنه تم العثور على جثة الدكتور مصطفى السيد رئيس مصلحة الطب الشرعي مقتولا أمس في منزله، وتم العثور على هذا الرمز الذي يتركه الجاني عند كل جريمة لم تكن المرات الأولى بل 11. سنوفيكم بالتفاصيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شريف انت لسه نايم يا شريف؟ مش كفايه اجازه لحد كده؟ الدنيا مقلوبه. الدكتور مصطفى السيد رئيس الطب الشرعي اتقتل يا شريف وانت لسه نايم. انت هتنزل دلوقتي يا شريف، هتروح مشرحه زينهم، هتقابل هناك الدكتور احمد الشال هيساعدك في كل تفاصيل القضيه. قدامك 48 ساعة ويكون قدامي تقرير على مكتبي بالقضية كلها. تمام سيادتك، تمام. يلا سلام. اتفضل يا ماما. انت متأكد ان ده من ورا مشروعها زي ما انت قلت لي؟ تمام، هخلص واكلمك احمد. اتفضل. ايه يا بيه؟ في حاجة يا بيه؟ في ايه يا بيه؟ تمام. انا الغفير بتاع المشرحة اللي هناك يا بيه. أنا الرائد شريف السيوفي يا ابني، أنا باحث. تشرفنا يا بيه. دكتور أحمد الشال فين؟ تاني دور آخر الممر على إيدك الشمال يا سعادة البيه. ماشي يا كابتن، لا مؤاخذة. ماشي يا بيه. دكتور أحمد هتفضل مصر على القرارات؟ ببلغك إن مراتك معانا، لو ما عملتش اللي بنقولك عليه هنقتلها، لو مش مصدق هبعتلك لوكيشن على رقمها، مراتك هتكون هناك، الراسي 404.
أمين الران شريف السيوفي مباحث. أهلا وسهلا يا فندم، حضرتك غني عن التعريف. أنا الضابط المكلف بقضية قتل الدكتور مصطفى السيد. تمام يا فندم. وبما إنك الطبيب المسؤول عن حالات شوف باشا تدخين. بما انك الطبيب المسؤول على الحالات اللي زي دي فانا محتاج تقرير مفصل في خلال 48 ساعه. انا اسف يا فندم، حضرتك الموضوع مش سهل زي ما حضرتك متخيل، انا هحتاج شويه وقت. شويه وقت دكتور احمد، اللي انت متعرفوش ان الموضوع مش سهل زي ما انت اللي متخيل. القضيه بقت قضيه راي عام، دي الجثة 21 في نفس الشهر بنفس الطريقة الغامضة اللي حضرتك شايفها. أنا محتاج منك تقرير في خلال 48 ساعة. يا فندم أنا مش هقدر أقدم لك التقرير في خلال 48 ساعة. يعني إيه مش هتقدر تقدم لي التقرير في خلال 48 ساعة؟ يا فندم الجثة محتاجة تشريح كامل عشان أعرف تفاصيل الحادثة. دكتور احمد، هو انت مش شايف ان غريبه ان دي تبقى حاله القتل رقم 11 في نفس الشهر بنفس طريقه القتل الغامضه دي؟ شوف باشا مش هقدر افيدك. مش هتقدر تفيدني. تمام، ده الكارت بتاعي، اتصل بيا لو وصلت لأي حاجة في أي وقت. تمام يا فندم. خد وقتك. تمام يا فندم. استأذنك أنا. اتفضل يا فندم. بعد إذنك. اتفضل. الو عملت ايه؟ تمام. عارف يا دكتور لو فكرت في يوم تقدر بيا؟ شايف الجثه اللي قدامك دي؟ مش عايز في يوم اشوفك مدرسه. يا 404 ما تقلقش، وباكد لك ان القضيه هتتقفل ضد مجهول. سلام يا برنس. أنا لازم أشوف مراتي، مراتي ست مريضة مش حمل البهدلة، أنت سامع؟ مفيش قدامك إلا حل واحد، تغير في تقارير الجثة. أنا لا يمكن، أنا لا يمكن أخون بلدي، مش أخون بلدي. يبقى مراتك هتوحشك.